أثابكم الله. يقول: في بلادنا بعضهم يضحكون ممن يقصر ثوبه أو يرخي لحيته، فما حكم الإسلام في مثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ هذا استهزاء بالسنة، هذا استهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يضحك من السنة يرتد عن الإسلام. الذي يستخف بسنة الرسول أو يضحك من سنة الرسول أو يقول هذه قشور، أن بعضهم يقول هذه قشور، هذا ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.